السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة المستمرة حول أسباب وتداعيات مقتل القائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس وثمانية آخرين بينهم قياديون في ميليشيا حزب الله، وذلك بغارة أمريكية قرب بغداد، حيث انتقلت واشنطن إلى خطوة جديدة من الحرب العلنية بعد حرب التصريحات، وخصوصا بعد استهداف الميليشيات الإيرانية لقاعدة كيوان في محافظة التميم ومقتل المتعاقد الأمريكي، ثم تحريض الميليشيات لعناصرها لاقتحام السفارة الأمريكية في بغداد. يسرنا في هذه التغطية أن نرحب بالدكتور رافع الفلاحي الباحث والكاتب السياسي. دكتور رافع، مرحبا بكم. حياكم الله. أهلا بك. وسيلتحق بنا عبر الهاتف الأستاذ ميثاق عبد الله المتخصص في الشأن الإيراني من ملبورن، وأيضا سيكون معنا عبر الهاتف الدكتور خليل آل خليل الباحث والأكاديمي السعودي من العاصمة السعودية الرياض. مشاهدينا الكرام، فاصل ولنا عودة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة حول أسباب وتداعيات مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب هيئة ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس. نبدأ من الدكتور رافع. دكتور، كيف تابعت خبر مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني؟ هل كان متوقعا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بغض النظر عن التوقع أو غير التوقع، لكن ربما ستحدث عن ما الذي جعل الموقف أو الصورة تكون بهذا الشكل. خلال كل الفترة الماضية على الأقل من احتلال العراق لحد الآن والسنوات الأخيرة ربما الخمسة والستة الأخيرة، كانت واضحة أنه إيران بدأت تفكر تفكير خارج عن المنطق وخارج عن رؤية قوتها ومساحة قوتها وتأثيرها. بدأت تنظر إلى نفسها كقوة دولية عظمى، هكذا التفكير كان. طيب، في عالم سلمت به كل دول الدنيا، كل منظمات، كل قوى إلى القطب الواحد، القطب الأمريكي. الأمريكي، نعم. وأمريكا قالتها بشكل علني، يعني من بداية التسعينات قالت إنه القرن القادم قبل قدوم القرن 21، قالت إنه القرن القادم هو قرن أمريكي. طيب، وفعلاً قرن أمريكي بالقوة الأمريكية الغاشمة هذه. وكان احتلال العراق وكان هذا استعراض القوة اللي جرى وانهيار الاتحاد السوفيتي وبقاء أمريكا لوحدها. طيب، هذا الموضوع لا يمكن، يعني لا يمكن النظر إليه باستهزاء أو بعدم يعني النظر إليه بكل جوانبه وكل تفاصيله. طيب، إيران بالعقل الإيراني وخاصة بالفترة الأخيرة بدأت إيران تناقش بالعقل الإيراني أنها قوة كبيرة جدا، وأن أمريكا ضعيفة، وأن أمريكا مترددة، خاصة عندما جربت حظها إيران في قضية أرامكو. طيب، ضرب أرامكو وتغولها في العراق وتغولها في سوريا وفي لبنان وتغولها في اليمن، هذا كلها أعطاها مؤشرات كانت بالنسبة لها مؤشرات خطأ، يعني لم تكن تحسبها بشكل دقيق. أمريكا نعم قد تغض البصر، وأمريكا هي من أعطتها هذه المظلة للتغول، وخاصة في العراق. كنا نعرف أن إيران لم تكن تتغول في العراق لولا المظلة الأمريكية. أمريكا إيران دخلت تحت المظلة الأمريكية ومارست كل عهرها وكل تغولها وكل أساليبها تحت المظلة الأمريكية وبرضا أمريكي وتخادم أمريكي إيراني. هذه الحقيقة. إيران أرادت أن تتخلص من هذا الموضوع وتقول إنها قوة كبيرة، وأنه يجب أن العالم يعترف بها كقوة إقليمية مسيطرة على المنطقة كلها، تتحكم بالمنطقة، ولا يمكن لقرار دولي أو إقليمي أن يجري في المنطقة إلا بالموافقة الإيرانية. طيب، هذا ما أرادته. طيب، هذا جرها إلى أفعال وتصرفات اصطدمت مع هذا التخادم الأمريكي الإيراني في العراق وفي غيره، مما جعل المسافة تبدو أكثر حساسية وتبدو تضيق للمواجهة. طيب،
وكانت هذه المنطقة الحساسة جدا، بدأت الحساسية تزداد بين الولايات المتحدة وإيران للحد اللي وصلت إلى المواجهة. إلى هنا إيران أرادت أن تعلن، أرادت أن توجه رسائل إلى الولايات المتحدة ورسائل إلى الإقليم وإلى العالم. فحوى هذه الرسائل أن نحن قوة، لنا وزننا، لنا قدرتنا، وأمريكا غير قادرة، وأمريكا ليست أمريكا 1990 وأمريكا 2003 التي احتلت العراق. أمريكا غير قادرة أن تفعل شيئا، وممكن أن نكرر دروس كثيرة على أمريكا، وأمريكا لن تستطيع أن تفعل شيئا. وجرت قضية السفارة، أنا أختصر كل الأحداث، يعني التغول الإيراني والميليشيات وقاسم سليماني الذي يحكم العراق وهذه الحشد، وطبعا إيران أرادت من هذا الحشد، تكوين هذا الحشد، أن تكون جيشا يشابه الجيش، يعني الميليشيات، ميليشيات الثورة الإيرانية في إيران، وأرادت يعني صورة تبقي الأصل مما يحدث في إيران، سيطرة الحرس الثوري الإيراني على إيران، وسيطرة الحرس العراقي على إيران بإمرة الحرس الثوري الإيراني. طيب. هكذا أرادت الأمور. لحد هذه الصورة كان هناك تدافع، وجرت التظاهرات في العراق، وشهدنا إيران هي أول من وقف ضد هذه التظاهرات، وطلع خامنئي بنفسه المرشد الأعلى الإيراني ليشتم المتظاهرين وليطلب من سماهم المخلصين لكي يتعاملوا مع هذه التظاهرات، هذا الشغب يحرضهم على قتلهم مشاكسين وشغب ويحرضهم عليهم. هكذا كان الوضع، الصورة هكذا لغاية قضية السفارة. أمريكا يعني هم تحرشوا بأمريكا أكثر من مرة وضربوا معسكرات وكذا، وادعوا أنه هذا الحشد هو تابع للقوات المسلحة، وكانت يعني هذا الادعاء مضحك في نفس الوقت، لأنه المعسكرات التي ضربت هي معسكرات الجيش العراقي. طيب. وهذه بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، وداخلها قوات أمريكية بموافقة الحكومة العراقية، مثل ما يقولون هم، يقولون بموافقتنا هذه القوات موجودة. إذن هناك قوات عسكرية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة قصفت مواقع تابعة للقوات المسلحة أيضا بأمرة القائد العام للقوات المسلحة. العملية ملتبسة. ملتبسة صحيح. طيب هل هؤلاء تابعين للقائد العام أم غير تابعين للقائد العام؟ إذن من الواضح أنه هذه الميليشيات غير تابعة نهائيا القائد العام، وليس له سيطرة عليها، وهي تأتمر بأمرة إيران، ولديها توجهاتها وتصرفاتها وطرقها إيرانية وخططها، ليس لها علاقة. لكن الإطار العام حتى لا يتحدث أحد، قالوا أنها تحت أمرة القائد العام، وهي جزء من القوات الأمنية، وهي ليس لها علاقة بالقوات الأمنية، وهي. فبالتالي الوضع كان محرج بالنسبة للأمريكان وبالنسبة للحكومة، لما يسمى بالحكومة، ولكل القوى العملية السياسية. طيب. وصولاً إلى الأمريكان وجهوا ضربات إلى هذه المعسكرات بالقائم وغيرها، وجاءت التظاهرات. في التظاهرات أمريكا وجهت، إيران وجهت هذه الميليشيات لكي تتظاهر أمام السفارة الأمريكية وتفعل ما تفعله من شغب وحرق وكذا، أرادت أن تعيد إلى الأذهان صورة ما حصل في بنغازي عام 2012. السفارة الأمريكية في بنغازي في ليبيا، ما حصل لها وصلوا إلى قتل السفير الأمريكي. هذه الحادثة اللي أدت حتى إلى سقوط هيلاري كلينتون يعني بالانتخابات الرئاسية وصعود ترامب، هذه الحادثة تشكل ندبة كبيرة ونقطة سواد كبيرة في التاريخ الأمريكي. لا يمكن للأمريكان بهم بهذه القوة أن يسمحوا بإعادة إنتاج هذا المشهد مرة أخرى، وهم لديهم أكبر سفارة في العراق. وهنا بدأ الوهم الإيراني يقودهم باتجاه الخطأ. لذلك الأمريكان مباشرة اتخذوا إجراءات، قوات عسكرية نزلت في كذا في السفارة، ونقلوا قنصليتهم إلى الشمال، وبدأوا يتحدثون عن أنه سنرد بشكل قوي جدا جدا، وأظهروا صور قالوا ذولا إرهابيين، أبو مهدي المهندس وخزعلي وغيره قادوا هذه الميليشيات الإيرانية مدعومة من إيران وبتوجيه من قاسم سليماني لاستعراض القوة هذه أمام للحد اللي انسحبوا به. طيب. جاءت القوة الأمريكية انسحبوا. أمريكا لا يمكن أن تهضم هذا
أرادت أن تقول لهم أنتم وقعتوا في الخطأ، وهنا الوهم الإيراني. جرت هذه الضربة، وهذه الضربة قوية إلى درجة، لأنه قاسم سليماني ليس شخصا عاديا. قاسم سليماني العقل المدبر والمدير، المدبر والمدير للملفات العراق، ملفات الإيرانية في العراق وفي سوريا وفي لبنان وربما في اليمن. هو كل يمتلك كل هذه القوى. هذا الشخص صار له 40 سنة، منذ 40 سنة هو يعمل على هذه، هو جزء من هذه المنظومة، يعني ليس جديدا، هذا بخبراته بعمله بكل الأمور أوكلت إليه. مهما حاولوا أن يقولوا عن بديله، لا يمكن أن يكون 1% منه، لا يمكن. هذا شخصية ركبت بهذا الشكل، وصرفوا عليها وجهد ووقت وأموال لكي تكون بهذا الشكل. كل هذه الميليشيات، كل هذه التحركات، كل هذه الملفات بيد هذا الشخص، العقل المدبر والمدير لكل هذه الميليشيات ولكل هذه التحركات وللمواجهات هنا وهنا والاغتيالات والتفجيرات، كل هذه بيد هذا الشخص. وبالتالي وصفوه بالإرهابي، ومعه المهندس هذا الإرهابي الآخر اللي وصفته أمريكا أيضا إرهابي، ومعهم مجموعة. لذلك الضربة كانت مقصودة بالذات، وضربة موجعة لإيران بكل المقاييس، بكل المقاييس. لا يمكن لإيران أن تعوض هذا الشخص، لا يمكن مهما قالت مهما فعلت، لأنه هذه إمكانياته، هذه الملفات التي تحت يده، هذا وتصرفه، وهذه المساحة التي يلعب بها كان. طيب، انتهت هذه المساحة وانتهى هو إلى القبر. طيب دكتور، كما ذكرت حضرتك قبل قليل بأنه بعد احتلال العراق عام 2003 الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لإيران، وكانت إيران مشاركة حتى إعلاميا في قناة العالم، كانت يعني قبل أشهر من انطلقت وغطتها إعلاميا، وكذلك أيضا تقاسمت الكعكة ما بين الولايات المتحدة وإيران. تعتقد أن إيران تعدت الخطوط الحمراء لذلك أصابتها الولايات المتحدة في مقتل؟ إيران، أمريكا لديها مشكلة مع إيران معروفة، لديها مشكلة السلاح النووي، هذا البرنامج النووي، نعم، وبرنامج الصواريخ البعيدة المدى، وهذه المشكلة مشكلة إسرائيلية أمريكية. طيب، غير قابلين، لا يمكن. إسرائيل وأمريكا عندهم قرار خط 100 خط أحمر، نعم، لا يمكن تكرار ما يعني التجربة الباكستانية مرة أخرى. تجربة حصول باكستان دولة إسلامية على، بغض النظر عن إيران دولة إسلامية، هذه يعني لا، لكن حصول دولة في المنطقة على سلاح نووي بهذه الطريقة، ويمكن أنه في أي وقت يتبدل النظام، يصبح النظام غير موالي للغرب، غير موالي لأمريكا، لديه عداء مع إسرائيل، إلى علاقات مع دول عربية وإسلامية تعادي إسرائيل، ممكن أنه يستخدمون هذا السلاح. يجب أن تبقى إسرائيل هي الوحيد، هذا الكيان الصهيوني يجب أن يبقى الوحيد اللي يمتلك هذا السلاح. لديهم خطوط حمراء، وكانوا من البداية يغضون الطرف عن إيران، لأن يعرفون أن السياسات الإيرانية تماهي وتجامل، وهي جزء من سياسات الغرب والسياسات التي يعني تجامل وتغازل إسرائيل. طيب، لذلك في قضية العراق، عندما العراق حاول أن يحصل على البرنامج النووي، المفاعل النووي، وهو في فرنسا ضرب المفاعل النووي، وظلوا يضربوا في 81 ضربوا المفاعل النووي، والعمليات من البداية كانوا يستهدفوه. يعرفون أن السياسة العراقية كانت باتجاهات أخرى متشددة مع إسرائيل، ولديها خطط ضد إسرائيل، لكن في إيران يعرفون أنه هذه، لكن مع ذلك يفكرون إذا ما استطاعت إيران أن تحصل على السلاح النووي ستكون قوة تدخل النادي النووي العالمي، وقوة ستفرض نفسها على الإقليم وعلى المنطقة كقوة يجب حساب أخذها بالحسبان، ويجب أن أي قرار يتخذ بالمنطقة يجب أن توافق عليه طهران. هذا الموقف الأمريكي اتجاه إيران. لذلك أمريكا كانت طوال هذا انسحبوا من الاتفاقية النووية، وبدأوا يضغطون على إيران للموافقة على هذا. ليس لديهم عداء مع أمريكا، مع إيران، لديهم عداء مع هذا المشروع. إذا ما إيران وافقت على
أن تتنازل عنه ستعود العلاقة، ليس لأنه متغولين بالعراق ومتغولين في سوريا، هذه لا تعنيهم. الأمريكان عندهم مصالحهم مؤمنة ومنتهي القضية، لكن هذا خلى الحساسية تزداد. وإيران تعرف إذا ما تخلت عن هذا المشروع فإنها دولة عادية تقليدية، لا يمكن أن تكون، لا تشكل رقما لا صعبا ولا سهلا في كل المعادلة الدولية والإقليمية، لا تساوي شيئا، لأن كل القوى الأخرى متحزمة بمعاهدات وباتفاقات وبدول تدعمها وبأسلحة يعني وباتفاقات كبيرة. لذلك ستبقى بهذا الاتجاه، حاولت أن تتمسك وتضع يعني كل عنادها للوصول إلى هذا السلاح. وهذا أساس يعني المناكفة أو المواجهة الأمريكية الإيرانية التي أرادت إيران أن تطورها لأجل أن تدفع بمشروعها باتجاه آخر، ومن خلال التغول والضغط على أمريكا وإزاحة أمريكا وتهديد مصالحها بالمنطقة وصلوا للحد اللي الآن المواجهة بهذا الشكل. طيب دكتور، أنا أريد أسألك على الرد فعل الحكومة، قالت بأنه هذا انتهاك واضح وخرق واضح للسيادة العراقية، ولكن سأذهب إلى ضيفي ميثاق عبد الله، حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز. سيد ميثاق مرحبا بكم. لحد الآن لم يجهز السيد ميثاق عبد الله. دكتور، يعني رئيس الوزراء المقال عادل عبد المهدي قال بأنه عملية الضربة التي حدثت لقاسم سليماني أبو مهدي المهندس هي كانت خرق واضح وانتهاك للسيادة العراقية، كيف ترون ذلك؟ أو قبل الخرق، هو طبعا يعني شاهدت فتشي يعني إعلان من رئيس الوزراء المستقيل الذي قال البرلمان هو استقال، وافق عليه البرلمان. طيب. يدعو البرلمان للانعقاد، يدعو جلسة طارية. يعني أعتقد لا يحق له يعني حتى يدعو البرلمان. هو حكومة تصريف أعمال، موظف صحيح صغير يصرف أعمال ليس أكثر، هو ليس رئيس وزراء وليس أي شيء. هذه من ناحية. الثانية، هاي قضية السيادة قضية مضحكة الدرجة اللي تخلي واحد يسترقي على ظهره من الضحك في العراق. طيب. لأن العراق من عام 2003 لحد الآن ليس لديه سيادة، لا سيادة ولا استقلال. العراق مباح، أرض مباحة، كل القوات تعمل عليها وكل القوات تتصارع على أرضها، وشعب العراق هو الوحيد اللي دكتور يعني يمكن الحجة هنا تقام بأنه عندما ضربوا مدينة القائم 3 مواقع لحزب الله في العراق، أخذوا موافقة عادل عبد المهدي قبل نصف ساعة، أو علموه يعني مو أخذوا موافقته، تم إعلامه. يعني إذا أرادوا يقتلون ذولا لازم يأخذون موافقة عادل يعني عبد المهدي، يعني غير السيادة؟ ربما. طيب. فقضية السيادة قضية مطاطة مضحكة، يعني وصلت للطلباني راح إلى دار حقه عندما رفعوا العلم الأمريكي فوق السفارة الأمريكية الجديدة، قال عادة السيادة. واحد ما عرف صار احتفال المالكي قال عادة السيادة. وهي السيادة القضية فتشي، وهي لا سيادة في العراق، لأنه إيران تعبث بالأرض العراقية. قاسم سليماني هذا المقبور كان يعبث بأرض العراق، رايح جاي، ما حد يقول له رايح وين جاي. طيب. وآخرها هاي، هو جاي وملفات بيده وروح لبنان ويجي على سوريا ولا حد. وكل هذه الفصائل التي تدعي علنا تقول نحن ولائيون ونحن مع إيران ولا أحد يتحدث لنا، ووصلت بالحد بالقباحة والصفاقة منهم، الحد اللي تمولهم الحكومة وتسلحهم الحكومة، والسلاح طبعا أمريكي، يجي هذه المشكلة كبيرة، سلاح أمريكي، وتمولهم الحكومة وتعطيهم رواتب الحكومة ومن العراق ومن أموال العراق ومن أموال الفقراء العراقيين اللي 12 مليون يأكلون من المزابل. وعندما يسألون أنتوا إذا صارت حرب بين العراق وإيران مع من تقاتلون، يقولون نقاتل مع إيران ضد العراق. دكتور، خبر عاجل هسه الآن وردني من الزميل ياسر، يقول سليماني سيتم دفنه في النجف. ما لا تعني شيء، يدفنوا بالنجف او يدفنوا بغير مكان. إيه بس يعني هذه مو مفروض قضيه نقاش. لكن هو افعاله يعني، هل هو عراقي؟ هل هو ماذا؟ وهذه القوات، هذه الميليشيات، هذه التي تعمل اذا كانت عراقيه شلون تقصف معسكرات عراقيه، وكيف تدعي انها ولاءها لايران وتتلقى كل اوامرها من سليماني، ويكتبون على السفاره الامريكيه سليماني قائدي، والخال مرة من هنا يقصدون قاسم سليماني،
وبهذه الطريقة الفجة اللي يستفزون بها مشاعر كل العراقيين ومشاعر، وكأنه العراق وصلت للحد اللي يعني أحد المسؤولين الإيرانيين يقول بغداد عادت إنه، وهي بغداد عاصمة طيب. الدولة الفارسية. هذا كلام دكتور. أريد أسألك في موضوع ثورة تشرين شكلت خطورة على النظام الإيراني، ولكن أنتقل إلى ضيفي الأستاذ ميثاق عبد الله، حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز من مالبورن. سيد ميثاق مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله. لا شك أستاذ ميثاق أن مقتل قاسم سليماني له تأثير كبير على النظام الإيراني ونظام الملالي، لكن هل هذا التأثير يرقى إلى ما يمكن اعتباره أنها ضربة قاسمة لظهر النظام الملالي في إيران؟ المقتل عدد كبير، ربما أكثر من 6 أو 7 70 للميليشيا الحج الشعبي التي هي تعد بمثابة حرس ثوري عراقي على قرار النسخة الإيرانية التي استخدمتها إيران للعدوان على دول الخليج العربي وفي طليعتها المملكة العربية السعودية وكذلك تهديد دول خليجية. أستاذ ميثاق آسف الصوت غير واضح، يعني ربما لو تغير مكانك وتحدثنا حتى نستمع جيدا من فضلكم. ألو. نعم تفضل تكلم. أقول أن ميليشيات الحشد الشعبي هي تعد بمثابة حرس ثوري عراقي على قرار النسخة الإيرانية، فالمقتل قاسم سليماني برفقة عدد كبير من ميليشيا من قادة ميليشيا الحشد الشعبي مع يعني صراحة ضربت إيران ضربة قاسمة. كانت الضربة الأمريكية والصيدة الأمريكية هي صيدة نوعية. طبعا هذا الميليشيا الحشد الشعبي هو بمثابة حرس ثوري العراق على قرار النسخة الإيرانية، تستخدمها إيران للعدوان على دول الخليج العربي وفي طليعتها المملكة العربية السعودية والدول الغربية كذلك والولايات المتحدة الأمريكية التي أنتزج العراق في حرب لتصفية حسابات مع أمريكا. نعم أستاذ ميثاق، تعتقد أن مقتل قاسم سليماني ربما سيعطي دفعة جديدة لثوار الأحواز لنيل حقوقهم من نظام الملالي في طهران؟ بكل تأكيد الدخل الأحوازي متقلقل منذ عام 1925 بداية الاحتلال الإيراني للأحواز، ولكن هنالك نقطة يجب أن نشير عليها، أن الدولة الفارسية عسكرت المدن الأحوازية جميعها والتي تجد في الأحواز العاصمة أكبر معسكر للاحتلال الإيراني لكي أن يستطيعون أن يسيطروا على الوضع في الأحواز، وكذلك السياسات القمعية التي تتخذها إيران تختلف تماما عن ما اتخذتها ميليشيا الحشد في بغداد، حيث أن بغداد تتمتع في حصانة دبلوماسية كسفارات الدول الغربية والصحف والمراكز الدول الغربية والحقوقية، ولكن في الأحواز العاصمة لا يوجد شيء من ذلك، وحتى ليس لدينا إعلام لك أن ينشر القمع ويفضح سياسات إيران الإجرامية إلى الخارج، حيث أن المجزرة الأخيرة التي نفذتها إيران في مدينة محشور الأحوازية خلال انتفاضة تشرين الثاني في الأحواز نقلت إلينا الأخبار بعد أكثر من أسبوعين، حيث أن فتحت إيران الإنترنت في الأحواز. نحن الآن الإعلام الوحيد الذي لدينا في الأحواز هو إعلام الإنترنت فقط، وليس لدينا في الأحواز أي إعلام آخر لكي أن نستطيع من خلاله نصل صوتنا إلى العالم أجمع. هنالك ولكن المقاومة الأحوازية أن وجدت في العراق كما كان في السابق في زمن الشهيد الراحل صدام حسين وجدت الدعم وتحررت العراق من براثن الاحتلال الفارسي، ستجد هنالك المقاومة نوعية كما كانت في السابق للاحتلال الإيراني، حيث أن الآن نحن صراحة في الداخل الأحوازي شبه أن نلجأ إلى حرب عصابات مع الدولة الفارسية، ولن نستطيع تشكيل جيش أو تشكيل معسكرات لمقارعة هذا العدو وتحرى من أراضينا المحتلة. طيب أستاذ ميثاق يرجى أن تبقى معنا، سأنتقل إلى ضيفي الدكتور رافع. دكتور، هناك عشرات الميليشيات، أنا مرة سمعت من عندك بأنه ربما يكون هناك 107 فصيل مسلح في العراق، ميليشيات في العراق، وهناك أيضا ميليشيات تورطت في
استباحة الدم العراقي من خلال الاختطاف وعمليات القتل والتغييب القسري إلى ذلك، والقائمة في ذلك كثيرة جدا. لكن لماذا تم استهداف أبو مهدي المهندس مع قاسم سليماني؟ أليس هناك قادة ميليشيات مثلا جيش المهدي على سبيل المثال عندما فتك بالعراقيين في عام 2006-2007؟ أيضا يعني أبو مهدي المهندس هو الذي أسس حزب الله العراق عام 2007، ولكن هنا لماذا يستهدف قاسم سليماني مع أبو مهدي المهندس؟ ما السبب في ذلك؟ أولا أبو مهدي المهندس هو قائد كتائب ما يسمى كتائب حزب الله. حزب الله، نعم. هذه معروفة. أسسها 2007. نعم. وهي من يعني ادعت، وهي من قالت إنه هي من قصفت المواقع الأمريكية، وهي من قالت أمريكا أنها قصفت معسكراتها في القائم. صحيح. هذه بالناحية. الناحية الأخرى إنه الأمريكان يقولون إنه مخابراتهم استخباراتهم تؤكد أن من يعني وجه بقضية السفارة واستهداف المعسكرات الأمريكية واستهداف الأمريكيين هو قاسم سليماني. طيب. وأنه يخطط، وهناك خطط أخرى قد يعني أمر بتنفيذها ويشرف عليها لاستهداف الأمريكيين في أكثر من مكان. فإذا لدى الأمريكان، واليوم بومبيو وزير الخارجية الأمريكي يقول من يريد أن يطلع من الدول على هذه المعلومات إحنا مستعدين أن يعني يطلع عليها ويشوف ما توصلنا إليه من معلومات دقيقة جدا جدا عن مسؤولية هذا الرجل في كل هذه الأعمال والتخطيط لاستهدافنا. طيب. هذا اللي جعلهم يستهدفون يعني قاسم سليماني بهذه الطريقة. ثانيا، قاسم سليماني كل هذه العمليات التي يعني هو رأس الحربة في السياسة الإيرانية، السياسة الإيرانية بالصوت العالي، أقصد السياسة الإيرانية العسكرية والترتيبات السياسية الأخرى. يعني قاسم سليماني هو من يشكل الحكومة العراقية، هو من يشكل الوضع العراقي بكل تفاصيله، هو من يقبل حتى برئيس البرلمان بتولي رئيس البرلمان هذا المنصب أو لا يتولاه. طيب. كل هذه بقاسم سليماني. يعني من لم يكن له ولاء لقاسم سليماني لا يمكن أن يكون في إطار هذه العملية السياسية له قدرة، له وزن، له منصب، له كرسي، له تحكم، له رأي مسموع في كل سنة شيعة كردا عربا كل هذه. نعم. هذا الموضوع. إذن كل المفاتيح بيد قاسم سليماني. لذلك أنا أقول استهدافه كان استهداف قوي. وهذا يقودنا مرة أخرى ربما إلى القضية الأهم في هذا الموضوع، وهي اللي كل الناس تسأل عنها، إيران هل سترد؟ يعني إيران الآن ضربت. طيب. وإيران أرادت أن توجه رسائل من خلال السفارة، من خلال هذه الفعالية اللي سوتها قدام. طيب. السفارة الأمريكية وجهت رسائل بأنها هي الأقوى، قادرة، هي الطرف المتحكم الوحيد بالعراق، وهي لا تستطيع، وبالتالي ردت عليه بهذه الطريقة. ردت أمريكا. الآن هل إيران سترد أم لا؟ إيران الآن في أصعب أوقاتها، في أحرج أوقاتها. مو قال خامنئي قال الرد سيكون قاسي جدا؟ نعم. قال الرد قاسي. إيران يعني إذا حرب صريحة دكتور، لو همين حرب بالوكالة حتى لو كانت بالوكالة. الآن لا تسمح القضية، الآن ما بيها بالوكالة. الآن أي رد أمريكي، أي رد إيراني بذيول. أي. بوكالة بما أعرف منه هو رد إيراني. لا يقبل. الآن سيحسب على إيران. الآن أي رد على أي مصالح أمريكية، أي علاقات أمريكية في المنطقة هو محسوب على إيران. الآن القضية انعزلت، يعني ما بيها ميليشيات ترد هنا وتقول إحنا اللي سويناها دفاع. أبداً، هذه إيرانية. الآن موقف مفروز. بس الموقف هنا هو ليش حرج بالنسبة لإيران؟ إيران الآن مكشوفة. إذا ما ردت، أمريكا الآن أظهرت استراتيجيتها غير شكل. صحيح. أمريكا الآن ماضية إلى المواجهة بشكل واضح. ولا تلعبوا معي. يعني من كان يعتقد أنه يستطيع أن يلعب في ساحتي بهذه الطريقة، لا. مشهد بنغازي 2012 ممكن يتكرر؟ لا يتكرر. استهداف الأمريكان، استثناءهم، إهمالهم، لا. الرقم صعب ولا أصعب، والرقم الأول أمريكا لتغابون عنه. هذه الرسالة الأمريكية. الآن إذا ما فكر الطهران، فكر خامنئي بالرد، عليهم أن يتحملوا النتيجة. طيب. أمريكا قالت سأرد بقوة. إذا ما ردت بقوة
ونعرف أنه رد الأمريكان كيف سيكون بقوة. هو الرد القوي. أريد بس أستميحك عذرا أنتقل إلى ضيفي ميثاق عبد الله. ميثاق، إيران عينت أو المرشد الإيراني علي خامنئي عين أو عين العميد إسماعيل قائاني قائد لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. عندك معلومات على هذه الشخصية؟ أين كان؟ هل هو شخصية ربما سيكون بمستوى قاسم سليماني في إدارة الحرب بالوكالة في المنطقة العربية؟ برأيي نعم، سيكون هو بمثابة قاسم سليماني، حيث أنه كان أبرز قائد الحرس الثوري في الحرب العراقية الإيرانية التي طبعا سندها إيران ظلما وبهتانا على حقيقتنا العراق في الثمانينات القرن الماضي، وكان جنبا ساجدا مع سليماني في المنطقة. كما تدرج غاني في عدة مناصب داخل الحرس الثوري، بينها تولى قيادة العمليات في أفغانستان وباكستان كذلك ومناصب أخرى، حتى عين ابن سليماني في فيلق القدس. واعتقد هو غاني من كان المنسق لدخول عناصر تقييم القاعدة إيران حسب المعلومات التي وردتني، والتي كان ينسق مع بعض قادة تنظيم القاعدة لدخولهم لإيران، حيث أنه كان كذلك الآن هو رتب بعض اللقاءات وبعض التنسيقات مع طالبان واجتمع فيهم في طهران كذلك. نعم نعم. دكتور رافع، تحدثت أنت و لابد من أن يكون هناك ردا إيرانيا. إذا ردت إيران فإنها سوف تشعر ربما في المنطقة الحرب، وإذا لم ترد، وهذا دليل واضح على أن إيران كما ذكرت حضرتك قبل قليل بأنها تمر بأصعب فترة حرجة في ربما حياتها على مدى 40 عاما من توليها الحكم من عام 79 ولحد هذه اللحظة. هل يعني نعتقد ولو 1% أن الولايات المتحدة سوف تضرب طهران، سوف تضرب النظام تحديدا؟ قبل هذا اريد يعني ما دمت قد سالت عن قاعاني هذا، نعم، وضيفك الكريم يعني اكد حاله انا غير موافق عليه. طيب، هذا الرجل كان مساعدا لقاسم سليماني. طيب، كان يتلقى الاوامر من قاسم سليماني، وبينه وبين قاسم سليماني مسافه كبيره. طيب، قاسم سليماني هو من يتولى الملفات، هو من يحكم بالملفات. طيب، هو معاونه، نعم، يتولى أمره، لكن ليس مثله، لا يمتلك كل هذه القدرات، لا يمتلك مهما كان. يعني في هذه الدوائر ذهب إلى طلبان تفاوضية، ممكن موظفين في دوائر في مكتب قاسم سليماني كانوا يفعلون أيضا هذا، يبعثهم إلى لبنان ويتفاوضون، لكن هذا لا يعني أنهم بنفس القابلية بنفس القدرة. قاسم سليماني تكوين خاص له قدرات خاصة، صرفت عليه أموال ودعايات وأوقات وتدريبات خاصة جدا جدا، وهو تكوين خاص لقيادة هذه المرحلة والمرحلة اللاحقة. بإنهاء هذه الورقة احترقت ورقة كبيرة إيرانية لا يمكن تعويضها. قاعاني غير قاعاني لا يمكن أن يعوض قاسم سليماني أبدا أبدا مهما كان. هناك خلل وهناك مسافة بينه وبين القابليات وقدرات، وهذه معروفة في كل طيب. الدنيا. النقطة الأخرى، أمريكا لا تريد أن تذهب إلى حرب وقالتها، وهي يعني صادقة، لا أقول صادقة، لكن هي لا تريد أن تدخل في حرب مع إيران. طيب، هذا واضح. هي تريد أن تظل تضغط على إيران وصولا إلى أن توافق إيران على قضية الملف هذا، ملف الصواريخ والملف النووي، وينتهي الموضوع. طيب، وترجع العلاقات، ممكن أن يصير تفاوض. لكن أمريكا في نفس الوقت حاسمة في هذا الموضوع. إذا ما ردت إيران على ما فعلته أمريكا، أمريكا سترد بقوة، وبقوة أمريكا قادرة. يعني بالمقارنة بين قوتين، إيران لا تساوي شيئا. ما هذه إحنا شفناها ونعرف القوى الإقليمية والقوى، قوة مثل يعني إذا إيران امتلكت صواريخ وامتلكت هذه الحرس الثوري والاستعراضات، هل تعتقد أنها قوة عظمى وقادرة أن تناطح هذه القوة، القوة الأولى بالعالم تكنولوجيا، تسليحا، رؤية، سيطرة؟ هذه الجيش الأمريكي يتحرك وبالعالم ما أدري كم
كم قمر صناعي، 100 قمر صناعي تدير كل عملياته. القضية قضية بون شاسع بالتكنولوجيا وبالقدرات وبالتسليح وبالإمكانيات. ولاحظنا حتى هذا بالقصف هذا سليماني وغيره وقتلهم، كيف تمت هذه العملية بهذه الطريقة. هاي قضية غير شكل. فبالتالي أمريكا قادرة أن تضرب يعني النقاط الحساسة أو عصب الاقتصاد الإيراني. يعني إيران ربما ستعود إلى 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 بساط البساط الأخير، ربما ستجلس على بساطها الأخير. لا يمكن، وهي تعاني من حصار. هناك النفط مكشوف أمامها وقالوها، ممكن كل خزانات النفط، كل قدراتها النفطية كلها تخرج عن الخدمة بوقت واحد. ولدى أمريكا، يعني لست عسكريا، لكن شهدنا على الأقل بالعراق، نحن شهدنا أجيالا تطورت الآن من الصواريخ والطائرات والقدرات. الآن تطورت، كم تطورت؟ هذه كلها قادرين في ساعات معينة وفي أوقات كلش قصيرة أن ينهوها. وصرحوا بذلك الأمريكان، وهم يعني مصرين على هذا الموضوع. طيب. نحن ضد التصعيد، لكن إذا ما أرادت إيران أن تصعد إحنا قادرين. ولدى أمريكا حلفاء كثيرين في المنطقة وفي العالم، وقادرين أن ينصاعوا إلى هذه الهراوة الأمريكية. فإيران الآن في موقف أحرج موقف، إذا ما ردت سيكون وبالا عليها، وإذا ما سكتت سيكون وبالا عليها. فبالتالي هذا التاريخ الآن فاصل في قدرة إيران على التغول، في قدرة إيران على البقاء كقوة مثل ما تريد. الآن إيران دخلت في محك شديد جدا، إما أن تستسلم، واستسلامها هذا يعني أن تخسر ملفاتها كلها، هذه الملف النووي وملف الصواريخ يجب أن تدفعها كثمن لهذا الاستسلام، أو أن تواجه. وإذا ما واجهت فهي خاسرة. في الحالتين هي ارتكبت أخطاء كبيرة أدت بها إلى هذا الوضع. وهذه الاستعراضات مال الميليشيات غرتها، استعراضاتها في العراق الضعيف، في سوريا الضعيفة، في اليمن الضعيف، في لبنان الضعيف، كلها دول مستباحة. استعراضات الإيرانية فيها جعلت غرور إيران يرتفع كثيراً، يوصلها إلى القرار اللي تناطح به الولايات المتحدة بهذه الطريقة. والولايات المتحدة مثل ما وصفتها الصين كالثور الهائج في بيت من الخزف. طيب. دكتور، أريد أسألك في موضوع، يعني إذا ما اندلعت حرب بين أمريكا وإيران، ما الذي سيستفيده العراق؟ ولكن دعني أنتقل إلى الأستاذ ميثاق عبد الله. أستاذ ميثاق عبد الله، بعد مقتل سليماني، هل تعتقد أن إيران ستوسع نفوذها أكثر في المنطقة العربية، أم أنها ستنكمش نوعا ما؟ إيران صراحة تريد جعل العراق ساحة لتصفير حسابات مع الولايات المتحدة من خلال مخالفها التي تتحكم بالمشهد العام في العراق، سواء أحزاب السلطة أو الميليشيات المسلحة، وكذلك تهدف للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التخفيف من حدة العقوبات التي خنقت إيران بها. أما طبعاً أنا من خلال معرفتي بتاريخ ملال إيران المليء بالعدوان والقدر والفجرام، أتوقع طبعاً ليس متأكداً المزيد من التصعيد الإيراني ضد القوات الأمريكية وسفاراتها من خلال تحريك أدواتها المتمثلة بالإنشاد الحشد الشعبي أو التنظيمات الإرهابية الأخرى. وكذلك توقع أنها ستلجأ إلى تنفيذ عمليات إرهابية في الدول العربية كالبحرين أو المملكة العربية السعودية أو الإمارات والكويت. هذا الأمر جدا وارد، حيث أن الضربة التي وردت إلى إيران ضربة قوية جدا. وأنا ذاك لا ننسى أن يوم أمس صرح العديد من علماء الحوزة العلمية من مكارم سيراج وطاسك والبايقاني ومن غيرهم حسب متابعتي لهم بتصريحات خطيرة على تصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك ضمنت هذه التهديدات حلفائهم في المنطقة. فبرأيي التصعيد في المنطقة العربية وارد، وكذلك النفوذ. وأنا كذلك بالنسبة لرؤية الأخ ضيفك الكريم حول إسماعيل قاني، أركز حول أنه سيكون نسخة أخرى قاسم سليماني، حيث أنه خاض حروب كثيرة معه ويعرف المنطقة جيدا في العراق وفي أفغانستان وباكستان، وربما دخل سوريا سرا وشارك في الحروب هنالك. فسيكون له بكل تأكيد
علاقات كبيرة مع الأنظمة الأخرى، والرجل له تاريخ حافل في الحركة الثوري الإرهابي. نعم، أنا أشكرك الأستاذ ميثاق عبد الله، حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، شكرا جزيلا، حدثنا من ملبورن. مشاهدينا الكرام، ضيفي الكريم، لا سليماني بعد اليوم ولا أبو مهدي المهندس، سجل أسود من الجرائم انطوى بموت الرجلين اللذين قتلا بغارة أمريكية في بغداد بعد سنوات من التخادم المشترك في السيطرة على العراق ولقادة الميليشيات، عبر بما حصل أن الرهان على الخارج في سبيل نهب العراق ومقدراته سيكون حتما رهانا خاسرا. إلى التقرير. لم يكن تحذيرا بقدر ما هو تهديد قطعي التنفيذ، هذا ما غرد به ترامب تعليقا على محاولة ميليشيات الحشد اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، فكان الثمن رأس أفعى المشروع الإيراني مع أهم أذرعه في العراق قاسم سليماني ومعه أبو مهدي المهندس. هي الطائرات نفسها التي كانت تضلل سليماني والمهندس وهما يقودان معركة الإبادة ضد العراقيين بذريعة الحرب على تنظيم الدولة، تقتلهما اليوم في غارة في بغداد. لم يتوقع الرجلان أبدا هذه النهاية، ميتة على يد الداعم أو الحليف غير المباشر في سنوات التخادم وتقاسم المصالح. لا أحلف تدوم ولا عداوات تبقى عندما يصبح من الصعب الموازنة بين مصالح الدول الطامعة في منطقة ما. تأزم الوضع أكثر بين إيران وأمريكا الحليفتين باحتلال العراق، وظهرت هذه الأزمة على شكل استهدافات متكررة لميليشيات الحشد، كان آخرها استهداف ميليشيا حزب الله في القائم، لكن قتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس يعد نقلة نوعية في صراع النفوذ بين واشنطن وطهران، وينبئ بمرحلة قادمة ستشهد تصادما دمويا للمتخاصمين، ساحته للأسف الأرض العربية، ليس في العراق فحسب بل في سوريا ولبنان ومنطقة الخليج العربي. بغض النظر عن الهدف الأمريكي من قتل سليماني، فإن البعض وصفه بخبر الانتقام لمئات الآلاف من المشردين النازحين وأهالي المعتقلين والمخفيين والثكالى والأرامل في العراق وسوريا الذين عاشوا ويلات الحرب التي يديرها قاسم سليماني لإتمام مشروع خامنئي التوسعي. استهل عام 2020 بأكبر ضربة تلقتها إيران منذ الحرب العراقية الإيرانية لتبعث تفاؤلا حذرا بنهاية عصر الهيمنة الإيرانية، وإن كان هذا لن يتم إلا بمرحلة عسيرة تكوى المنطقة بنيران لهيبها. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه التغطية المباشرة نتحدث عن أسباب ومآلات ونتائج قتل أبو مهدي المهندس نائب هيئة ميليشيا الحشد في العراق، وأيضا نتحدث عن مقتل قاسم سليماني الذراع الطولة في الحرس الثوري الإيراني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. نرحب بضيفنا الدكتور خليل الخليل، الباحث والأكاديمي السعودي من عاصمة المملكة العربية السعودية في الرياض. دكتور خليل، مرحبا بكم. ربما سينضم إلينا ولكن بعد دقيقة من الآن. دكتور خليل، هل تسمعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أسمع السيد. طيب دكتور خليل، كيف تنظرون في المملكة العربية السعودية لعملية الاغتيال التي تعرض لها قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وأيضا معه قادة الميليشيات الموالية لإيران قرب مطار بغداد الدولي فجر هذا اليوم؟ بعد بسم الله والحمد لله، هو في الحقيقة يوم بهجة للأمتين العربية والإسلامية، ويوم خير ويوم ارتياح، لان هذه في الحقيقه يعني ابعاد ضرر عن هذا الرجل، ابعاد ضرر عن الامتين العربيه والاسلاميه التي تضررت بدون شك، تضررت من قاسم سليمان المجرم الطائفي الذي عمل الكثير واساء الكثير. نعم. دكتور خليل، تعتقد أن... انا نعم تفضل دكتور. أنا آسف، لأني في السيارة. نعم نعم،
دكتور، يعني إلى أي مدى ترون أن مقتل قاسم سليماني ضرورة ملحة لخلاص المنطقة من الهيمنة الإيرانية؟ إلى أي مدى ترون ذلك؟ هو أولاً قتل المجرمين، أولاً قتل المجرمين وقتل الإرهابيين مطلوب وفي خير للأمة. سابقاً قتل في المملكة عدد من المحترفين مع القاعدة، وقتل كذلك من داعش، وهذا المجرم قاسم سليماني أساء في الحقيقة لداخل إيران، وأساء للعراقيين، أساء للسوريين، أساء للبنانيين، أساء لليمنيين، وهو مجرم باحتراف لأنه يقود ميليشيات سميت في القدس وبلواء القدس كما هو يزعم، ولكن هو أساء للقدس، أساء لقضية القدس، أساء لقضية فلسطينية. والارتياح يعم، ليس هناك توتر كما هو يقال في بعض وسائل الإعلام، توتر وما إلى ذلك وتقوصي. تقديري الشخصي مما لاحظته من وسائل الإعلام، وسائل كذلك الإعلام الاجتماعي وغيره، بأن هنالك ارتياح، لأن هذا الرجل كانت خاصة للعراقيين، هو فرض حقيقة بعض السياسيين، وهو يعيق تشكيل الحكومات، وهو يقود الميليشيات وكون أكثر من 40 فصيل، أكثر من 40 فصيل وميليشيا تقتل من يخالف ولي الفقيه في إيران، من يخالف أو الإيران الزعامة في إيران، وبالتالي حق للجميع بأن يجتهدوا وأن يروا بأن ذلك من عدالة الله سبحانه وتعالى في المجرمين. كان يقتل الأطفال، كان يقتل المعارضين، كان حقيقة يقوم بإسكات كل صوت حر وكل صوت شريف. لذلك في العالم كله هناك انتهاك من شرق إلى غربه، وفي عالمنا العربي والإسلامي كذلك. دكتور، كيف يسهم قتل قاسم سليماني على الحرب في اليمن، خاصة أننا كانت له يعني زيارات متعددة إلى اليمن؟ سيسهم الكثير، سيسهم في الكثير والكثير والكثير، لأن ذلك وجود هذا الرجل بهيمنته وسلطته وبالثقة فيه من قبل القيادة في إيران، هو يختلف عن غيره، هو رجل الحقيقة نادر يتنقل بسرية، هو الذي جلب الروس للإخوة في سوريا، والذي جلب الحقيقة الفاطميين والزينبيين وللقتال من أفغانستان وإيران على أساس، ومن باكستان ومن أفغانستان على أساس طائفي فقط، يعني لقتل إخوتنا في سوريا. كذلك جلبهم إلى اليمن، يعني في اليمن نفس الشيء حدث ما حدث في سوريا، يجلب الطائفيين والمذهبيين من الذين خدعوا بالشيعة، ليس من صالح الشيعة أبدا، ونحن لسنا ضد المذهب، إنما نحن ضد أن يتخذ الدين بهذا الشكل وبهذا الأسلوب، بأن يجلب جهلة من أجل تمر حسين أو من أجل أي هدف آخر. فبالتالي اعتقادي أن هذا حالات هذا المجرم سوف يسهم في بعض الشيء انهاء الحرب في اليمن، وكذلك سوف يكون عذره، وهو في الحقيقه عذره لكل مجرم يعتدي كما اعتدى سليماني على اخوتنا في العراق، اخوتنا في سوريا، اخوتنا في لبنان، اخوتنا في اليمن. لا نريد في هذه المنطقه ان تكون مشتعله، نريد ان تكون هادئه، وان لا تكون مذهبيه، تكون دول وطنيه مستقره يسود فيها العدل ويسود فيها التنميه المستدامه والناس يحسون بالامان، لكن المجرم قاسم سليماني لا يريد ذلك، هو يريد حكومات الولي الفقيه في كل مكان، ويريد ان تمتد ايران وان تكون لها الهلال كما يقال الشيعي، وهذا امر جديد ولا علاقه في الحقيقه بالمذهبيه بالمذهب، وانما هو له علاقه بالاجرام من قاسم سليماني مع الاسف الشديد ومن امثاله في الحرس الثوري. نعم دكتور رافع، أيضا في خبر عاجل وردنا توا، فيلق القدس الإيراني يؤكد مقتل 5 إيرانيين ومثلهم من ميليشيا الحشد في الضربة الأمريكية. دكتور خليل، المعارضة الإيرانية على لسان مريم رجوي تتحدث عن ربما يكون هناك تغيير محتمل للنظام الإيراني الذي بدأ يعني يترنح، وبالتالي عملية السقوط ليس إلا يعني وقت محدد، هل تتفق مع هذا الطرح دكتور؟ أنا أتفق مع السيدة رجوي، ولكن الذي سيسقط النظام الإيراني هم الإيرانيون،
ليس لن يسقطها العراقي يكون ولا اللبناني يكون ولا اليمن يكون ولا السوريون ولا نحن في المملكة. الشعب الإيراني بنفسه ينتفض ينتفض وانتفض 2009 وانتفض قبل بعد ذلك عدة مرات، ومن يقطع البسي وهو وهذا قدر يعني قوات التفتيت مع الأسف الشديد الطائفية وهذا الرجل بقيادته. وكان هنالك لقاء أذكركم به قبل شهرين بين حسن نصر الله وبين هذا الرجل وعلي خامنئي، لماذا ذلك اللقاء؟ من أجل تدبير المؤامرات، وقد كتبت عن ذلك في وقتي بعض التغريدات. هم يجتمعون مستهينين بالأمة العربية، مستهينين بالعالم، مستهينين بالأنظمة، مستهينين بالتقاليد، مستهينين بالأمن الدولي. لذلك هنالك تحريات وتوقعات اختيار النظام الإيراني من داخله ومن قبل الإيرانيين. وأعتقد أن زوال هذا الفجر الطائفي أن فيه أنه جزء من الإرهاصات لإنهاء هذا النظام. طيب دكتور خليل، هل تعتقد بأنه ربما بعد هذه الضربة الموجعة يعني النظام الإيراني ونظام ملالي طهران، تعتقد أن إيران ستحرك خلاياها النائمة في منطقة الخليج العربي مثلا؟ نعم أتوقع ذلك، وأتوقع أن هذا العام 2020 سيشهد اصطدامات عديدة جدا، وكذلك سيشهد اصطدامات عنيفة خاصة من ميليشيات إيران التي هي تصل إلى أكثر من 60 ميليشيا في المنطقة في دول الخليج وفي العراق وفي اليمن وفي أماكن كثيرة. لا تستهدف، وأقول ذلك بأسى، المملكة العربية السعودية. إيران تستهدف المملكة العربية السعودية لعلمها أنها هي الدولة القادرة على التصدي لها، القادرة عسكريا أمنيا دوليا. وهذا وأولئك المجرمون أمثال قاسم سليماني هو مجرم دولي وليس مجرم فقط محلي وأقليمي، سيكون هناك صدامات، سيكون هناك قلاقل، سيكون هنالك الكثير من كذلك التفجيرات وما إلى ذلك، وستكون استراتيجية وستستهدف أماكن حيوية. ومع ذلك فإن إيران تنهار 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 ولن تفيد هذه الميليشيا. طيب يعني في خبرنا العاجل الذي وردنا الآن، ترامب في تصريح له قاسم سليماني متورط في قتل المتظاهرين الإيرانيين الذين خرجوا ضد نظام طهران. دكتور خليل، موقف ترامب ربما يختلف عن كل مرة، يبدو أنه جاد هذه المرة في مواجهة صريحة ضد نظام الملالي في طهران، هل تعتقد ذلك؟ نعم، أنا يسجل القادة القضاء على أعدائه والقضاء على أعداء دولهم. الرئيس ترامب سيستفيد بدون شك من هذا العملية في الانتخابات القادمة وله حساباته، لكن أيضا هو دافع عن وطنه وعن المعسكرات للجيش الأمريكي، وليس فقط أنه دافع، ولم يدافع عن العراقيين ولم يدافع حتى عن السعوديين ولم يدافع عن أماكن الأخرى، هو دافع عن بلاده، دافع عن قيمة السفارة الأمريكية، قيمة المعسكرات الأمريكية. لكن ذلك يسعدنا لأنه هدف مشترك، القضاء على الإجرام وعلى الطائفية والقضاء على الإرهاب هدف مشترك. يعني نتشارك مع وتتشارك السعودية ودول المنطقة مع الرئيس ترامب، وبالتالي سيجد دعما من المنطقة عندما يتجه لقمع ومنع إيران، قمع إيران كما فعل مثل هذه الضربة، ومنعها من كذلك الإساءة للاقتصاد الدولي ولوجود الفوضى في البحار وأمن البحار. هذا أمر مهم جدا، الاقتصاد الدولي، أن الطاقة الحيوية يجب أن تصل الدول وفق الأعراف والتقاليد والاتفاقيات. فبالتالي الرئيس ترامب بدون شك بأن هذه ستكون أكبر حسنة له ربما في عهده، وربما ستكون السبب في أن ينتخب مرة أخرى. نشكرك دكتور خليل آل خليل، الباحث والأكاديمي السعودي، حدثنا عبر الهاتف من الرياض، مشكورا. دكتور رافع، إيران متوغلة في العراق منذ سنوات كثيرة، إيران بعد الضربة سوف يعني كيف سيكون توجهها في العراق في المرحلة القادمة؟ أستاذ محمد، هذا يعني سؤال مهم الحقيقة. نعتقد يعني خلال الفترة الماضية وبالذات بعد قضية هذه الفعالية اللي جرت، نعم، من هذه الميليشيات الإيرانية ومن السفارة الإيرانية، ظهر حتى خامنئي
وقال انه امريكا لا تدرك او لا ترى ان الشعب العراقي ضدها. طيب. ان الشعب العراقي لا يريد امريكا، يريد ان يقول خامنئي وهكذا قالوا بهذه الفعاليه، يريد ان يقول ان الشعب العراقي موالي لايران. وايران يعني بتحالف كبير مع الشعب العراقي. طيب. والحقيقه غير هذه تماما. الشعب العراقي ضد اي وجود اجنبي، ضد الوجود الاجنبي الامريكي والايراني. والهتافات في الشارع في هذه الثوره المباركه من 1 تشرين لغايه الان ضد كل وجود، وضد العمليه السياسيه التي اسستها امريكا وجاءت بها امريكا وجاءت بكل هؤلاء الذين يحكمون العراق. نعم. المتظاهرين ضد امريكا وضد ايران، وهتفوا ضد ايران، وايران برا برا، وقاسم سليماني برا برا، وهكذا. لكن هم يحاولون اللعب على هذه القضية، يريدون أن يقولوا أن هذه الميليشيات التي استعرضت هذا الاستعراض، هذه الفعالية، هي من يمثل العراقيين وهذا الشعب العراقي. يعني ذولا لابسين البدلات المرقطة واللي حرقة واللي ما أعرف شنو، ذولا العراقيين، وأهل العراق براء من هؤلاء. طيب. ما لهم علاقة. وبالعكس هؤلاء عندما ظهروا أثبتوا أن الحكومة اللي موجودة هي حكومة ميليشيات، وان كل اللي في الغرب حكومه ميليشيات. وظهرت بعض الفيديوهات ضباط بالجيش مع الاسف الشديد هذه الرتب العاليه يتوسلون بميليشياوين، واحد اثنين ثلاثه يتوسلون بهم، يتوسلون ويتخضعون لهم بطريقه مذله جدا جدا، لكي يبتعدوا قليلا عن يعني مسؤوليه. وشاهدنا هذا، وبالتالي هذا الجيش وهذه الحكومه وكلها مملوكه لهذه الميليشيات. هذا واقع الحال، وهي مملوكه لايران ولقاسم سليماني وابو مهدي المهندس وهذه الوجوه. طيب. ايران هكذا كانت تريد ان تصور الموضوع. الان بعد مقتل وهي طبعا ايران طوال هذه الفتره من 1 تشرين لحد وقلناها هي واقفه ضد هذه التظاهره، ضد الشعب العراقي، انه يعني لا يمكن ان تلعبوا بهذه الترتيبات. وهي التي تخادمت مع الشيطان الأكبر، اللي تشتم الشيطان الأكبر الآن، هي التي تخادمت مع الشيطان الأكبر. وحتى رئيس وزراء لا يمكن أن يستلم منصبه إلا بالتوافق الأمريكي الإيراني. الآن صار الشيطان أكبر وهي شيطان أصغر، والقضية والشعب العراقي هو الضحية. طيب. ووقفوا ضد التظاهرات وما زالوا يقفون ضده، ويبعثون ميليشياتهم هذه التي تقتل، يعني أكثر ميليشيات أو يعني سفك الدماء المتظاهرين هي ميليشيا حزب الله، كتاب حزب الله، ومن جاءوا إلى السنك ودخلة والعصائب وحزب الله، هؤلاء معروفين يعني، والكل تعرفهم وكاميراتهم صورتها ويعرفون. وهذه وصايا إيرانية، وصايا قاسم سليماني، والدماء كل المتظاهرين برقبة قاسم سليماني والمهندس والخزعلي وهؤلاء كلهم هذه الشلة. فبالتالي الآن قتل قاسم سليماني وقتل المهندس. طيب. وهذه الضربة القوية ليس لديهم إلا أن يثيروا الفوضى في العراق. هذه الميليشيات قادرة أن تثير الفوضى في العراق، يعني واحدة من الأساليب التي يعني من المؤكد أن أعتقد أن ستفعلها إيران هي إثارة الفوضى. ارتفاع، هي الفوضى موجودة بالعراق، لكن ارتفاع سقف الفوضى إلى مستويات عالية جدا جدا. دكتور، الفوضى في أي جزئية؟ يعني فوضى أمنية؟ قتل طائفي؟ لا، فوضى أمنية. هم لا هم يقتلون بالشعب. طيب. فوضى أمنية، ربما سيهاجمون التظاهرات، لكن التظاهرات سلمية وستبقى سلمية والشعب العراقي كله وراها. طيب. لكن فوضى أمنية في التعدي، في إعلان أنه هم المسيطرين، هم الذين يحكمون العراق، فوضى في كل مكان، اعتقالات، ربما فوضى في الاقتصاد، في السياسة، في كل شيء، في كل شيء فوضى. فرض رئيس وزراء جديد على العراق منهم، المهم فوضى بهذه الميليشيات، مظاهر مسلحة، مظاهر مخيفة للعراقيين، انه هذه الارض وهذه، يوصلوا رسالة انه امريكا هذه الارض لنا. طيب. وهذا العراق لنا، واحنا قادرين ان نفعل شيء لكي يخلطوا الاوراق ولكي يضغطوا على امريكا ويضغطوا على، لكن الحقيقه هي يضغطون على العراقيين، لانه هذه الساحه ساحه العراق. صحيح. والعراق ليس ايران، والثوره عندما خرجت تريد ان تطرد ايران برا، خارج العراق. العراق يجب ان يسترد سيادته، يسترد استقلاله، يسترد كوطن،
لذلك المتظاهرين من أول يوم رفعوا نريد وطن، نريد الوطن. طيب. يعرفون أن الوطن مستلب، ومستلب عند من؟ مستلب عند إيران وعند أمريكا. الآن هذا الصراع، إيران تريد أن تفعل الصراع على الأرض العراقية ليس على الأرض الإيرانية. فالفوضى واحدة من أساليب هذا الصراع. فالمتوقع، هذا ما توقعه وتوقع الكثير، أن الفوضى قادمة في العراق، وأهل العراق يعني الله يعينهم سيتحملون فوضى كبيرة. طيب. يعني لأن هم رافضين الوجود الإيراني، الشعب العراقي كله رافض الوجود الإيراني من الجنوب، حتى الحاضنة اللي يعتقدون هم شيعية، شيعية عراقية، شيعية عربية، لا تقبل بهذه الفوضى، لا تقبل بالوجود الإيراني، لأنه إيران دمرت العراق، إيران استباحت العراق، سرقت أمواله، سرقت، مزقت مجتمعها، دخلت المخدرات والميليشيات والقتل والسحل وكل هذه الأمراض. وأهل العراق عرفوا هذه، لذلك ثاروا هذه الثورة المباركة من 1 تشرين لحد الآن هم في الشوارع وقدموا التضحيات العالية ومستعدين يقدموا كل التضحيات. هذه إيران تريد أن تفعلها لكي تبقى في العراق، بقائها في العراق. طيب دكتور، قضية كبيرة بالنسبة لها. أنا أشكرك دكتور. أنتقل إلى الأستاذ ربيع حداد المحلل السياسي اللبناني من إسطنبول. أستاذ ربيع مرحبا بكم. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. أستاذ ربيع، مقتل قاسم سليماني سيؤثر على نشاط ميليشيا حزب الله اللبناني في المنطقة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم في كل مكان. لا شك أنه مقتل هذا المجرم السفاح الذي كان له أصابع إرهابية في كثير من قضايانا ومجتمعاتنا من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن، سيشكل يعني مفترق طرق بالنسبة لكثير من هذه القضايا، وبالنسبة لسياسة إيران الإقليمية وفيما يتعلق بجيرانها وبهذه البلدان. يعني كان حدثا رائعا ابتدأت به هذه السنة، وإن كنا نتمنى لو كان يعني عقابه على 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 أيدي أبناء أمتنا، لكن لا ضير، نحن نفرح كما يعني فرح الصحابة بنصر الروم، نفرح لمقتل هذا القاتل وهذا المجرم وهذا السفاح، ويعني نقول أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. طيب أستاذ ربيع، تعتقد ربما سيكون جزء من الرد الإيراني على مقتل سليماني عبر آلته ميليشيا حزب الله في لبنان المتوغلة في المنطقة العربية؟ أنا أتوقع الآن الإيرانيون منكبون على دراسة بنك الأهداف الذي عندهم. طبعا عندهم يعني أذناب وأذرع في كثير من المناطق، أتوقع أنهم يبحثون في يعني ضرب المصالح الأمريكية بشكل يعني تكون الضربة محصورة بالأمريكان حتى لا يستعدوا عليهم يعني شعوب وحكومات أخرى. أتوقع أن الخليج العربي للأسف قد يكون هو المرشح الأقوى لمثل هذه الضربة، وأقصد بالخليج اللي هو الخليج الجسم المائي يعني. نعم. طبعا دول الخليج كذلك معرضة وستكون يعني ضمن الاعتبار الإيراني، لكن أتوقع أنهم جربوا ضرب المصالح الأمريكية في مياه الخليج العربي وخنست أمريكا، يعني لم ترد عليهم المرة الماضية، فلعلهم يعتبرون أن هذا شيئا مشجعا. طيب أستاذ ربيع، عندما استهدفت ربما جزء من مقرات الحشد الشعبي في العراق قبل الأخيرة، يعني قبل ما تقصف الولايات المتحدة مقرات الحشد خاصة حزب الله في العراقي في منطقة القائم على الحدود العراقية السورية، كانت يعني هناك أنباء تتحدث عن ربما يكون الذي استهدف هذه الميليشيات هم الكيان الصهيوني بحسب تصريح لقادة الميليشيات وإضافة إلى الولايات المتحدة. أنت ذكرت بنك الأهداف، هل سيكون من ضمنه الكيان الصهيوني أستاذ ربيع؟ احتمال ضعيف جدا. طبعا الكيان الصهيوني هناك تفاهمات بين الكيان الصهيوني وحكومة الملالي، وهناك تبادل تجاري قائم منذ سنوات، لكن المسائل الأمنية هذه تأخذ اعتبارات أخرى. أنا أعتبر طبعا أن المايسترو أو ضابط الإيقاع
التحركات العسكرية حتى لأمريكا في المنطقة، ضابط الإيقاع لها هو نتنياهو، هو الكيان الصهيوني. ولذلك نحن رأينا اليوم تحليق كثيف للطيران يعني العدو في أجواء لبنان مثلا. فمثل هذه الأمور أنا أتوقع أنها تحصل بالتنسيق التام بين الأمريكان والصهاينة، ومصلحة وأمن الكيان الصهيوني يعني هو حاضر في كل الاعتبارات وكل الحسابات. لكن يعني حتى لا تعطي إيران مبررا مباشرا للكيان الصهيوني بالدخول إلى هذا النزاع الأخير الآن، أو الأزمة الأخيرة بينها وبين أمريكا، قد يعني يؤخر موضوع أي ضربة أو أي اعتبار لتوجيه ضربة للكيان الصهيوني. أستاذ ربيع، هناك أنباء تتحدث عن أن سامر عبد الله مسؤول جهاز العمليات الخارجية في ميليشيا حزب الله، وهو صهر عماد مغنية، أحد القادة البارزين الذي قتل في هذه الضربة الأمريكية. ولكن هنا ما الذي يمكن أن تفعله إيران؟ هل باستطاعتها أن ربما تتجرأ على مهاجمة القواعد الأمريكية بشكل صريح دون أن يكون هناك آلة من قبل الميليشيات المتواجدة في العراق وفي بعض المناطق العربية من أن يكون الرد بالوكالة وليس الرد بشكل صريح من قبل إيران ضد هذه القواعد؟ 100% أخي، هي يعني إيران إن استطاعت أن يكون ردها عبر أذرعها وأذنابها في بلادنا فهي يعني هذا قد يكون له الأولوية. لكن الآن الخيارات مفتوحة على كل هذا، يعني هم سيختاروا الرد الذي يعني يكون له الوقع الأقوى على الأقل إعلاميا. ولو فعلوا يعني وكان الرد جاء في الخليج، سواء في دول الخليج أو في مياه الخليج، أنا أتوقع أن ترامب يريد هذا وينتظر هذا. كلنا يعلم أن ترامب على يعني أعتاب سنة انتخابية السنة القادمة، هو في نهاية ولايته، وكما عودونا يعني الرؤساء الأمريكان عندما يريد أن يضمن إعادة الانتخاب فهو يشعل حرب في مكان ما ويستخدمها، لأن العرف السائد في المجتمع الأمريكي أنه في حالة الحرب يعني يكاد يحرم أن تنال من شخص القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو في هذه الحالة رئيس الجمهورية، فيكون يعني ترامب أمن لنفسه إعادة الانتخاب. أستاذ ربيع، مقتل قاسم سليماني هل هي مجرد رسالة تأديبية من قبل الولايات المتحدة على حادثة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، أم أنها ربما تكون يعني تنذر بدخول الصراع الأمريكي الإيراني مرحلة جدية وجديدة؟ أنا كما ذكرت في البداية، نعم يعني مقتل واستهداف سليماني يعني يتخطى موضوع أنه يعني خطوة تأديبية إلى كونه يعني هدف استراتيجي تم القضاء عليه، وسيشكل فارقا في سياسة أمريكا وسياسة إيران وفي قوانين اللعبة في المنطقة، والله تعالى أعلم. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ ربيع حداد محلل السياسي اللبناني، حدثنا مشكورا من إسطنبول. دكتور رافع، تداعيات الحرب إذا ما اندلعت بشكل واضح وصريح ما بين الولايات المتحدة وإيران، ما هو موقف العراق؟ يعني ما الذي يستفيد منه العراق في هذه الحرب؟ تعتقد أن الأرض ستكون على العراق تحديدا أم ستشمل بقية دول المنطقة؟ هو الحديث عن العراق الآن حديث مبهم. طيب، ماذا نعني بالعراق؟ إذا كنا نعني الحكومة وما يسمونه دولة فهي مملوكة لإيران. طيب، الحقيقة، فإذا كنا نعني هذه العملية السياسية وقواها والميليشيات وما يحكمها، هذه إيرانية، إيرانية الهوى والانتماء والولاء الحقيقة. أما إذا نعني شعب وأرض وثروات فهي مستباحة الحقيقة. مستوى العراق الآن في أضعف حالاته، حلقة الأضعف، لذلك هو الأرض التي تجري عليها التصفيات. طيب، هي ساحة الصراع، ساحة الصراع ليس فقط الإيراني الأمريكي، لكن ساحة صراع لكل أجهزة ودول وكثير وكثير من القوى والعصابات على أرض العراق بسبب استباحته، لأنه ليس فيه حكومة، ليس فيه دولة، ليس فيه مؤسسات. هذه حقيقة العراق. 17 سنة مضت
العراق لا دولة. فتسمية العراق الآن يعني ما موقف العراق، العراق ليس لديه موقف، العراق يعني يلعب به ورقة يلعب بها، وشعبه من 3 أشهر هذه أطول تظاهرات بالعالم. دكتور، الموقف السياسي إلى من سينحاز؟ موقف السياسي لمن؟ للحكومة، الحكومة تصريف أعمال. بالتأكيد هذه حكومة إيرانية، هذه حكومة تابعة لإيران، هذه يعني واضح من كلامها، واضح من تصرفاتها، هي إيرانية. يعني عادل عبد المهدي مين، وكل هذه الأطراف هم لم يأتوا إلى كراسيهم إلا بمباركة إيرانية. طيب، هذه حقيقة. طيب، ولا هذه الانتخابات ترى التي جرت في عام 2018 بالعام الماضي مشارك فيها أكثر من 18% من العراقيين الذين حق لهم المشاركة، 82% من العراقيين هم ذول بالشوارع الآن. كانت هاي رسالتهم الأولى، الرسالة اللي وجهوها لهذه العملية السياسية أنه إحنا مقاطعين، وبعدها خرجوا بهذه التظاهرات. حقيقة 18% هي هذه الميليشيات وهذه القوى التابعة لهم وهي أحزابهم، فهذه الأحزاب وهذه القوى كلها تابعة لإيران. طبعا هذه القوى اللي أنا أقصدها، أقصد هذه القوى الحزبية الشيعية والسنية وكلها تابعة لإيران. هذه يعني لا أقصد يعني اللي بالبرلمان، رئيس البرلمان وغيره، يعني هو مستقل، وكلهم تابعين لإيران، وكلهم حصلوا على مباركة سليماني وغير سليماني وإيران، وجلسوا على هذه الكراسي. الحقيقة هذه، وإيران تعرف هذه الحقيقة. لذلك هي عندما يتحدث خامنئي يقول إنه العراق إن وإحنا من هذه حقيقة بالنسبة لهم، لأنه هذه القوى اللي متحكمة بالعراق بالسلاح والمال والميليشيات هي قوى إيرانية. على ذكر القوى دكتور، تستغرب إذا ما تلاحظ أي تصريح بسبب قتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس من الكتل السنية؟ لحد هذه اللحظة أي تصريح ماكو؟ من هي الكتل السنية؟ ما هي الكتل السنية؟ من يعني المشاركة في العملية موجودة؟ لا، تصرحت يعني تصرحت وموجودة ويعتبروا يعني جزء من هذه. هم لا يستطيعون أن يخرجوا عن هذا الإطار، هذا الإطار السياسي، إطار العملية السياسية التي ترعاه إيران ومستقتلة عليه. هذه لن يستطيع، هذه القوى السنية اللي تسميها حضرتك، نعم، قوى العملية السياسية، سنة إيران ما يسمى بالسنة، ذولا جزء من هذه العملية وجزء من هذا الخضوع وجزء من هذه الميليشيات، من هذه القوى المتحكمة بالعراق الحقيقة. لكن يبقى هي هذه الجماهير التي خرجت من 1 تشرين لحد الآن، هذه الثورة المباركة هي الرقم الأصعب. تبقى هي الرقم الأصعب رغم كل هذا الصراع، رغم كل هذه الدعاءات، رغم كل هذه العنتريات والتغول الإيراني، رغم أن أمريكا في صراع مع إيران، وهي التي أدخلت إيران إلى العراق، وهي التي رعت الميليشيات وحمتها وقاتلت تحت غطائها الجوي والحماية، وفرت لها، وهي التي حمت هذه الحكومات من عام 2003 لحد الآن، وهي من جاءت بهم، وهي من صممت لهم هذه العملية السياسية. رغم كل ذلك الآن الرقم الأصعب هو الشعب العراقي، هذا الشعب اللي رافض أمريكا ورافض إيران بشكل علني، هذا الشعب المتطلع لحريته اللي دفع فاتورة الحرية الآن ثمنها عالي جداً جداً، الآن أكثر من 27,000 بين شهيد وجريح، هذه فاتورة للحرية، فاتورة كبيرة جداً جداً دفعها الشعب العراقي، وما زال يعد بدفع فاتورة أكبر، يعني هذه فاتورة لم تغلق، مفتوحة ما زالت. هذا هو الرقم الأصعب في طيب المعادلة. دكتور، بسؤالي الأخير، الساعات القادمة شلون تتوقعها؟ والله هي ساعات حرجة الحقيقة، وأقول لك، ولذلك أنا قلت لك العراق حلقة الأضعف في هذه القضية. العراق ليس لديه لا حكومة ولا دولة ولا مؤسسات، والقوى التي فيه ومتحكمة فيه هي قوى إيرانية وتابعة لإيران، والعراق يحتاج الآن إلى أن شعبه يشد أزر هذه التظاهرات ويحافظ عليها ويحفظها من القادم، يحفظها ويحافظ عليها، لأنه هذه الموجة الكبيرة من الشعب هي من تحفظ العراق. العراق الآن يمر في أدق مراحله، إيران مثل الوحش المجروح، هي تصور نفسها هكذا. طيب، وهي الآن في وضع حرج ومزري، وأمريكا الآن ومن زمان متغولة، وهذا التغول كله يجري على ساحة العراق.
فلذلك هذا الشعب الخارج هو من يستحق أن تقف له الدنيا كلها إكباراً وتبجيلاً ودعماً. طيب. الآن يحتاج إلى الدعم الدولي، يحتاج إلى دعم العالم كله لكي يبقى ولكي يستعيد العراق وجهه وتنطرد كل هذه الوجوه العفنة التي عاثت به واللي جعلت العراق ساحة لصراع هذه الدولة وهذه الدولة وهذه القوى بهذه الطريقة، ولا العراق لم يكن هذا مصيره في يوم من الأيام ولم يكن هذا شكله في يوم من الأيام. لكن القادم من الأيام صعب نعم وخطر جدا نعم، لكن تبقى المراهنة على الشعب العراقي مراهنة كبيرة ومراهنة يعني رابحة جدا. أنا أشكرك دكتور. حياك الله دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكم. دكتور مشاهدينا الكرام الشكر موصول لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.